أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الجولة الإخبارية التي نخصصها مع حضراتكم الكثير من الموضوعات، ونبدأها معكم بالتغيرات المناخية حول العالم. اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة وأدت إلى مصرع ما لا يقل عن 17 شخصاً بسبب حوادث سير، وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطعت السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات الطيران. ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق، وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة. هذا وتسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج بكندا في قطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، ما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر. وأثرت العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد هما أونتاريو وكيبك، وألغت شركة ويست جيت إيرلاينز ثاني أكبر شركات الطيران في كندا استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وغيرها بسبب سوء الأحوال الجوية. وحذرت أيضا أكبر شركات الطيران الكندية إير كندا من عمليات تأخير وإلغاء.
وتسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية وتساقط الكثيف للثلوج من جراء العاصفة في إغلاق المدارس بالولايات المتحدة وكندا وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية، مما دفع السلطات إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر. فإن الولايات المتحدة وكندا تحت وطأة عاصفة قوية لم تشهدها منذ عقود بسبب ما يقول عنه خبراء البيئة إنه يرجع إلى حد ما للتغير المناخي، حيث زادت العواصف الشتوية في وتيرتها وشدتها على مدار 70 عاما الماضية. وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة إن درجات الحرارة انخفضت لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيترسبرغ بولاية بنسلفانيا، متجاوزة المستويات القياسية السابقة التي تم تسجيلها عشية عيد الميلاد عام 1983، وبلغت 10 درجات تحت الصفر. وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة، وأدى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800,000 شخص. كما تسببت العاصفة الثلجية في إلغاء نحو 2700 رحلة بالولايات المتحدة بعد أن عطلت العواصف العاتية العمل بالمطارات وأحبطت خطط عشرات الآلاف من المسافرين لقضاء العطلات. أما في كندا فتسببت العواصف الثلجية في عملية إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية وإغلاق المدارس وانقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف من العملاء في ظاهرة مناخية تحدث مرة واحدة كل 10 سنوات. وأثرت العاصفة على حوالي 1/3 المواطنين الكنديين بسبب عبورها على أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد هما أونتاريو وكيبيك في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي. كما تسببت العاصفة بعملية إلغاء واسعة النطاق للرحلات الجوية وخطط سفر العطلات لآلاف الأشخاص، حيث ألغت شركات طيران الرحلات بشكل استباقي وسط توقع المزيد من العقبات جراء الطقس. أعلنت وكالة إدارة الكوارث اليابانية ارتفاع حصيلة القتلى بسبب تساقط الثلوج بكثافة إلى 14 شخصاً، فيما أكدت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن تساقط الثلوج منذ 17 من ديسمبر تسبب في تراكم الثلوج بأكثر من 3 مرات عن مستوى المتوسط السنوي في بعض المناطق، داعية إلى توخي الحذر من الانهيارات الثلجية المحتملة في المناطق التي تتراكم فيها الثلوج بشكل كبير. هذا وتوقع مسؤول الأرصاد في اليابان سقوط مزيد من الثلوج الكثيفة على البلاد وتحديدا في المناطق الجبلية، وأفادت هيئة الأرصاد اليابانية بأن منطقة ضغط جوي شتوية قوية حول اليابان أدت إلى هبوب كتلة هوائية باردة تسببت في سقوط أمطار كثيفة على هوكايدو وصولا إلى منطقة شوجوجو في أقصى غرب البلاد. ودعا خبراء الأرصاد المواطنين إلى توقع حدوث اضطرابات مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرق، إلى جانب حدوث أمواج عالية وانقطاع في التيار الكهربائي وأيضا انهيارات ثلجية. أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن نهر هان الذي يمر عبر سول تجمد بشكل رسمي وسط درجات حرارة أقل من الصفر. وأكدت الإدارة الكورية الجنوبية أول تكوين للجليد في موسم الشتاء على نهر هان قبل 16 يوما عن تسجيل أول تكوين للجليد في الأعوام السابقة. هذا وكشفت دراسة بيئية أن تأثير التغير المناخي على القارة القطبية الجنوبية يهدد ما يقرب من 97% من الكائنات الحية التي تعيش بها، بل وانقراضها بحلول عام 2100. وأشارت الدراسة التي نشرتها مجلة بلاس بيولوجي إلى أن هنالك حاجة لحشد الجهود للحفاظ على التنوع البيئي في القارة القطبية الجنوبية، إلى جانب توفير نحو 23 مليون دولار سنويا لإنقاذ ما يقرب من 84% من الطيور القارية والنباتات وغيرها من الكائنات التي تقطن القارة منذ آلاف السنين.
مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا. برحب بحضراتكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة إكسترا نيوز. هذه المرة هنستعرض مجموعة من التقارير لعدد من المبادرات، وفي مقدمتهم بالتأكيد مبادرة حياة كريمة وأيضا جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولكن هنتوقف الآن مع أخبار حياة كريمة. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من كرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على كرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. يا الشمس نوري على الأرض الطيبين، يا نيل اجري بالخير ليهم الدين، بارك يا رب في أرضها واحفظها يا رب العالمين. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا، أصواني أنا، أصواني أنا مش أي حد. وهنوم باقي كنادي اللي في النانا، وريكي ليوزي في النانا. وهنوم باقي كنادي اللي بلدنا جمالها سيرة على كل لسان، تزورها مرة ترجع لها كمان وكمان. ملكة صمرة متوجة في أي زمان، ملكة صمرة متوجة في أي زمان. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. بإيدينا سنين عمرنا الأرض، كرمنا زايد ملهوش حد، وصلنا هنا من سابع جد، أصواني أنا مش أي حد. أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا، أصواني أنا، أصواني أنا مش أي حد، أصواني أنا مش أي حد. ومن الخيني ومن الخلق
يا محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السابع حميك رب العالمين يا محروسة جهود كبيرة ومستمرة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لدعم المواطن المصري في مختلف احتياجاته، فلم تعد فقط هذه المبادرة الرئاسية مجرد استهداف لتطوير وبناء القرى والريف والعمل على إقامة المشروعات التعميرية، بل أصبحت كيانا متكاملا وداعما للمواطنين في كل طلباتهم، وتحولت إلى ذراع رئيسي للقيادة السياسية والاعتماد عليها من أجل العمل على تنفيذ متطلبات مختلف المواطنين وما يواجهونه من أي مشكلات وصعوبات في الحياة المعيشية. مواقف عديدة أظهرت الدور الكبير للمبادرة الرئاسية والتي أصبحت أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة لمساندة المواطنين، وأصبحت هي الأساس الذي تعتمد عليه القيادة السياسية في كل من الأمور المعيشية للمواطن، وهو ما أظهرته تحركات العديدة التي قامت بها حياة كريمة توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المواقف لإسعاد ومساندة المواطنين ولتلبية كل احتياجاتهم وأحلامهم في ظل الجمهورية الجديدة. البداية مشاهدين من الإسكندرية، حيث نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة في جامعة الإسكندرية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات ضمن المبادرة الرئاسية. نتابع. استمرارا لفعاليات مؤسسة حياة كريمة للتعريف بالجهود التنموية والشبابية ضمن المبادرة الرئاسية من خلال سلسلة ندوات توعوية بالجامعات لتكون جامعة الإسكندرية هي الحلقة الأحدث ضمن سلسلة حلقات التوعية بالعمل التطوعي بمؤسسة حياة كريمة. احنا هنا في إسكندرية وفي جامعة إسكندرية علشان خاطر نفهم الشباب بتوعنا ايه هي حياة كريمة، ونفهمهم ده فيس تو فيس، يعني نتكلم معاهم مش مجرد بس لينكات وفيديوهات. بنفتح باب التطوع
التطوع لكل الطلبه اللي موجودين قدامنا، عشان مش عايزين يكون دورهم بس مجرد سوشيال ميديا بيدور بيعمل لايك بيتكلم بس، احنا عايزينهم يشاركوا معانا. احنا بنعمل تدريبات عن المهارات اللي محتاجينها في سوق العمل والانشطه التوعويه زي السيشن بتاعت النهارده لفتح قنوات اتصال مباشر ما بين المؤسسه والمجتمع كله. في جزء كبير جدا من الطلبه بتشارك في حياه كريمه، بالاضافه الى في ندوات كثيره جدا توعويه برضو الطلبه بتشارك فيها. كان عندنا معسكرات في الصيف اللي فات برضو قائمه جميعا على الطلبه. طلاب جامعه الاسكندريه استقبلوا الندوه باهتمام كبير للتعرف على مؤسسه حياه كريمه ونشاطها بشكل اكبر والعمل التطوعي بها. المبادره مشرفه جدا وحاجه عظيمه قوي، لاننا كمان بالنسبه للطلبه ان هم بيبقى ليهم وعي ان هم يعرفوا ايه اللي بيحصل بره. هي كويسه ان هي بتفيد الطلبه العمل التطوعي اللي مش بس ذاكر اسوار الجامعه، لا ده بره كمان، وبتنمي فيهم مثلا مشاركه والتعاون. انا اتبسطت قوي ان انا جيت النهارده وسجلت تطوع يعني. حياه كريمه هي مؤسسه تهدف للارتقاء بحياه المواطنين في القرى والمناطق الاكثر احتياجا، لتاتي الندوه التوعويه للحث على نشر العمل التطوعي في جميع ربوع مصر. احنا حريصين على حقوق الانسان في مصر، انا حريص على اقامه دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه في مصر. ما نجحش الإصلاح الاقتصادي ده إلا بكنتم، بكل بيت في مصر، بكل أسرة مصرية، اللي قدم أي مكان اللي قدمه واللي عانى أي مكانت معاناته. لكن في النهاية البرنامج ده ما نجحش إلا بالمصريين. اتخذت الدولة مؤخرا عدة خطوات بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ولمساعدة المواطنين على تحمل أعباء المعيشة. المزيد مشاهدينا نتابعه في العرض التالي. هذا وأشار بيان مجلس الوزراء إلى مواصلة جهود الحماية الاجتماعية، حيث تم إقرار حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه، والمزيد في العرض التالي. We'll be right back.
وفي جامعة المنوفية نظمت مؤسسة حياة كريمة ندوة لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات، وذلك في إطار اهتمام المبادرة بشباب الجامعات وأهمية دورهم المجتمعي. نتابع. يوم جديد في سلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة في سبيل تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات المصرية، حيث استضافت جامعة المنوفية ندوة تثقيفية توضح للشباب حجم الأنشطة التي تقدمها المبادرة لأهالي قرى الريف المصري. موجودين في جامعة المنوفية عشان نعرفهم أساسيات العمل التطوعي إيه، إزاي معنى أنك متطوع في عمل عام ومشروع قومي زي حياة كريمة، دورهم الكبير في التوعية للناس وإن هم يبدأوا يعرفوهم المشاريع دي ايه وطبيعتها ايه وازاي نحافظ عليها وازاي نتعامل معاها كمان. الدور اللي بتقوم بيه الجامعات او مؤسسات المجتمع المدني بنعول عليه الفترة القادمة عشان خاطر كل الجهود تتضافر فتبقى الرؤية اوضح للشعب المصري كله. الندوة النهاردة هدفها تدعيم وتعزيز الجهود الشباب في العمل التطوعي للخدمة داخل حياة كريمة والتوعية ليهم بالكلام ده وان هم يشاركوا ازاي ويقوموا بيبقى لهم دور يبقى فاعل وحاسس ان ليه قيمة ويحقق ذاته داخل المجتمع. كما توضح الندوة للطلاب جهود المشاركة الشبابية التي تتواجد في مبادرة حياة كريمة إلى جانب توزيع استمارات على من يرغب في التطوع في المبادرة. محافظة المنوفية دلوقتي بقت الحمد لله يمكن عدد المتطوعين موجود فيها كويس جدا، نقدر نحن نجمع متطوعين من كل مركز دلوقتي ومن كل قرية نبدأ نحن نشتغل معاهم. بنوزع الاستمارات عليهم بحيث اللي حابب ينضم ويتطوع معنا في مؤسسة حياة كريمة لخدمة بلده، كل واحد في المركز بتاعه في القرية يشوف إيه المشاكل اللي فيها ونقدر كلنا نساعد بعض، كل واحد في بلده سفير لمؤسسة حياة كريمة. حياة كريمة قايمة بدور تطور كبير في البلد، تطور مدارس وتطور للمستشفيات والطرق. شفنا قبل كده كل اللي حصل في كل الكرة المصرية، الكرة المصرية اختلفت اختلاف تام، اتحولت أكتر من 360 درجة. حابين العمل التطوعي جدا وحابين احنا نشترك في حاجة عظيمة زي دي. حبينا ان احنا نتطوع في حياة كريمة علشان نقدر نساعد الناس الأكثر احتياجاً. جذب الطلاب لفكرة العمل المجتمعي والخدمي هو الهدف الرئيسي من هذه الندوات لفتح قنوات تواصل مباشرة بين مؤسسة حياة كريمة وفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في بناء وتقدم المجتمع. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضي. حقوق الناس، حقوق 100 مليون يا جماعة. بيعايرونا بفقرنا بس أنا مش هسكت. لا يمكن هنسمح ابدا ان احنا يبقى عندنا عشوائيات كده تاني ابدا. انا بقول لك هعمل لك شبكه طرق في خلال سنه تمسك مصر كده. بنحاول كتير قوي مع كل شبابنا ان احنا نوفر فرص حقيقيه لمستقبل افضل. احنا بنعمل لأهلنا لناسنا لبلدنا واحنا بنعمل الإجراءات ديت عينينا على المواطن اللي هو البسيط. الناس ظروفها صعبة، لو احنا نقول نلغي بطاقات التموين لا مش هيحصل الكلام ده. مسار الإصلاح اللي احنا بنتكلم عليه في جزء كبير جدا منه بيرجع للشعب المصري. كل مواطن في مصر هيطلب شقة هنديها له. هندخل على مراكز كاملة بالقرى اللي موجودة فيها بتوابعها عشان لما نخرج منها بفضل الله سبحانه وتعالى ما يبقاش فيها حاجة ناقصة خلاص. We'll be right back.
هنفضل كده، نفضل نبني ونعمر لغاية آخر لحظة. أجدد لكم عهدي أمام الله بأنني سأظل أعمل بتعاونكم وجهدكم بدعمكم ودعوات البسطاء منكم من أجل حياة أفضل لنا جميعا نرضي فيها الله عز وجل ونعلي شأن وطننا العزيز. ويعد مشروع حياة كريمة أضخم مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، ويأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030، حيث يهدف إلى تطوير كل جوانب وتفاصيل الحياة في الريف المصري وتحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين. المزيد في العرض التالي. كريمة حسستني أنا إنسان. دي مبادرة من سيادة الرئيس بصراحة ما حدش ينساها أبدا. يعني حياة كريمة على مستوى الجمهورية عملت شغل عملاق كبير. إحنا بجينا بني آدمين وحياة أي حياة كريمة. ينصر ربنا ويخليه عشان هو عمل الحاجات الحلوة دي. أشرقت الشمس بعد ظلام على مصر وعلى الصعيد. يكفيني إنه بدل ما يدوني فلوس علموني صرافة حبيبتي. حياة كريمة بنت بيوت تشطيب كامل، حمام، مطبخ، أوضتين وصالة. مقبرة أنا هشتغل مع حياة كريمة. تحيا مصر، تحيا حياة كريمة. يا ابن بلدي صبرت كتير ومستني بكرة جايلك مشروعنا كبير وفي ألف فكرة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. هتلف مصر حياة كريمة وفي كل مصر دي حاجة عظيمة. وفي سياق تعزيز ثقافة العمل التطوعي أيضاً، نظمت مؤسسة حياة كريمة محاضرة في جامعة عين شمس لنشر ثقافة العمل التوعوي بين طلاب الجامعات وسط تفاعل كبير من المشاركين من الطلاب بهذه الندوة. نتابع.
وسط حضور طلابي كبير شهدت دار ضيافة جامعة عين شمس محاضرة تثقيفية للطلاب لاستعراض جهود مؤسسة حياة كريمة والتعريف بالمشروعات الجديدة التي تتم لأول مرة في مصر. هدف الموضوع الأساسي أن يكون في متطوعين. إحنا دلوقتي تقريبا 21 ألف متطوع. إحنا محتاجين متطوعين أكتر، لأن هي المفروض أن مبادرة حياة كريمة هو فكر أكتر منه حاجة على الأرض. سيادة الرئيس دايما بيركز على الشباب، والطلبة هم يعني بداية مرحلة الشباب، والمرحلة اللي فيها في الجامعة بيقدروا ان هم محتاجين يكتسبوا خبرات جديدة عن الحياة العملية برة او الحياة التطوعية. بالنسبة للحياة كريمة مع الطلبة هيستفيدوا جدا، اولا انتشار الطلبة في اماكنهم المختلفة ومحافظاتهم، هنستفيد منهم جدا لو اتطوعوا معنا. نمرة اتنين، احساسهم بالانتماء. تركيز واهتمام واضح من الطلاب للتعرف على رؤية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرة حياة كريمة بقرى مصر ومناقشة التطورات المستحدثة على الريف المصري. استفدت منها كتير طبعا، وعرفت المرحلة الأولى إيه اللي تم فيها وإيه اللي لسه، والمفروض إيه اللي يحصل من المراحل اللي هتكون موجودة بعد كده، وإيه الحاجات المستهدفة في المؤسسة. محاضرة النهاردة خلتنا زودت الوعي عندنا في حاجات كتير جدا، وعرفتنا ان احنا كلنا لازم نسعى لتحقيق الخطة المستدامة 2030 اللي بيدعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس كلها استفادت، الشباب اتعلمت وعرفت ايه المناطق المستهدفة اللي ممكن المؤسسة بتستهدفها عشان خاطر تطور منها، واللي بتستهدف المناطق دي بالذات. المحاضرة هدفها نشر الوعي بالمشروع القومي حياة كريمة وتوعية الشباب بأهمية المشروع وجهود الدولة بمجال التنمية الشاملة لمواطني الريف المصري. احنا حريصين على حقوق الإنسان في مصر. أنا حريص على إقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة في مصر. منجحش الإصلاح الاقتصادي ده إلا بكنته، بكل بيت في مصر، بكل أسرة مصرية، اللي قدم أي مكان اللي قدمه، واللي عانى أي مكانت معاناته. لكن في النهاية البرنامج ده منجحش إلا بالمصريين.
ويمثل مشروع حياة كريمة الذي يعد المشروع الأضخم في تاريخ مصر الحديث نقلة حضرية كبيرة لحياة نحو 60% من الشعب المصري، ويؤسس لواقع جديد للريف المصري عنوانه التنمية. المزيد مشاهدينا في العرض التالي. إلى هنا مشاهدينا تنتهي تغطيتنا لهذه الساعة، والتي سلطنا فيها الضوء على عدد من الفعاليات والأعمال التي قامت بها مبادرة حياة كريمة. شكرا جزيلا لحضراتكم على متابعتنا في هذه التغطية، وإلى اللقاء.